نرفع كتبنا تليفوناتنا إذا فيها كلمة الله، نعلن حق هذه الكلمة وإيماننا فيها. أمين. هذا هو كتاب المقدس. أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش. أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير. يا رب اجعلنا بركة واجعلنا أشخاص نكون سبب تغيير لآخرين أيضا. يا رب نشوق اللي حوالينا، إن كان من أهلينا أو من أحبابنا أو إخوتنا أو أصدقائنا، إنه يتمثلوا بحياتنا ويتمثلوا بإيماننا يا رب، ويتقربوا منك تيعرفوا أنك أنت الإله الذي لا تتغير، لكن تغير الخاطئ وتغير الإنسان وتجعل له فاصل بين الماضي والحاضر والمستقبل المجيد يلي دفعت ثمنه دماءك على الصليب. لك امسح كلمتك في هيدا المساء، غطي هيدا المكان بدماءك يا قدوس، واجعل ملائكتك تحمي هيدا المكان من كل شر ومن كل شبه شر، ونعلن دمك على كل ذهن، على كل فكر، وعلى كل شخص حتى عم يحضرنا يا رب على اليوتيوب. منصلي بركة وحياة وإعلانات في هيدا المساء لكل شخص حابب يعرفك أكتر ويتقرب منك أكتر يا قدوس. نعطيك كل المجد في هيدي الكنيسة، ونعطيك يا ربي البركة والقدرة والغنى والحكمة مع الشيوخ معك في السماء، ونقول لك مستحق وحدك أن تأخذ الكل. كل شعب الله يقول آمين. هاليلويا. نفتح سفر أخبار الأيام الأول. أخبار الأيام الأول الإصحاح الرابع. آية 9. أخبار الأيام الأول 4 من الآية 9. وكان يعبيس أشرف من إخوته، وسمته أمه يعبيس قائلة: لأني ولدته بحزن. ودعا يعبيس إله إسرائيل قائلا: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فأتاه الله بما سأل. أمين له كل المجد. عنوان كلمتنا بهذه الليلة: هل أنت أشرف من إخوتك؟ هل أنت أشرف من إخوتك؟ تصوروا هذا الإنسان، الوحي ما جاب سيرة لبيه ولا أسماء إخوته، حكي عن شخص وكأنه ولد بمأساة. تعرفوا مثل ما صار برحيل. رحيل لما كانت عم بتولد يوسف، عفوا بنيامين، كانت عاقر، ربعطاها من بعد سنين جابت يوسف وبعدين بنيامين، قال ماتت هي عم بتولد بنيامين، واجت بدها تسميه ابن حزني، لكن يعقوب رفض، سميه ابن ايد اليمين، بن يامين، ابن يد اليمنى. والايد اليمين بالكتابة بتعرف ترمز للقدرة والقوة والسلطان. الرب ميز هيدا الشخص رغم انه اهله ما شافوا بمجيئه خير، كان شؤم عليهم، لأنه شو بقول الكتاب؟ قال سمته، قال لأني ولدته بحزن. الظاهر كان في مأساة بالعائلة، يا إما بالبي أو بالوضع المعيشي أو بالوضع الاقتصادي أو الأمني، مش مذكور شيء، لكن الوحي سطر هالكم آية عن شخص تميز
مع انه اسمه ما بيشجع، يعني ما حدا هلا بيسمي ولده يعبيص. تصور انت هلا مرتك حبلة وتفكر تسمي ابنك يعبيص، ويمكن انت من الاشخاص يلي لما خلقوا اهلك ما كان بدهن اياك، او ما كان بدهن اياكي، يمكن قالوا مش وقته، او قالوا يا ريته ما خلق، او يا ريته ما اجيب، او يا ريته كان بنت، او انت قالوا عنك يا ريت كنت صبي. ممكن في حالات كتير هيك صارت، وهيدا كان سبب مأساة للمولود، كان سبب مأساة. يا ما أطفال بيجوا عندهم شعور بالرفض من وراء الفترة اللي هنوا فيها ببطن أمهاتهم. بدك تقولي ما عم بيفهم الولد، صح في إشياء ما بيفهمها، بس ما تنسى أنه هيدا روح بيعرف إذا الأم فرحانة فيه بيحس فيها، أو بيعرف إذا منه مرغوب فيه، وبيكبر بهيدا الشعور هو مش عارف ليه، شعور بالرفض مش وقته. بس خليني أقول لك، عند البشر يمكن ما كان وقتك، عند أهلك يمكن ما كان وقتك، يمكن بالظرف اللي جيت فيه الظاهر ما كان وقتك، لكن ما خلقت غلطة. حتى الأشخاص يلي بيولدوا بطريقة غير شرعية مش ذنبهم، يعني ما في ولد اسمه ابن حرام، العلاقة كانت حرام بس الولد لا، الولد ما له علاقة، مش ذنبه، ذنب اللي تصرفه خارج الإطار المقدس. يا ما ولد انكبوا بالشوارع ولقوهم بالزبالة، أو على أبواب بيوت أو أديرة أو جمعيات، والناس تسميهن ولاد الحرام، والولد يطلع بعقدة ذنب لقبلين نفسه ولقبلين المجتمع. لكن حابب أقول الليلة، إذا حدا عم يسمعني إن كان بالكنيسة أو على الإنترنت أو على الفيسبوك، أنت مخصص كان من الرب إنك تجي، وبيقول لك دعوتك باسمك أنت لي. يعني هو كان رافض اسمه، بعرفوا أنا من الأشخاص اللي أنا وصغير كنت محب اسمي، كنت رافض اسمي، رافض شكلي، يمكن قلت قبل مرة، رافض طولي، كلهم عنديهم رفض رفض رفض، ما في شيء عجبني، يا ريت غير اسم، يا ريت غير شكل، يا ريت بغير عينة، يا ريت غير طول، يا ريت يا ريت، يلا ليستا رفض. بس صدقوني هيدا الموضوع مدام مدام معي عطول، نهار اللي تقبلت مع كامل الأوصاف، سيد الأسياد ملك الملوك رئيس الحياة يسوع، نزع مني هالشعور. ما بعرف شو وضعك، ما بعرف شو وضعك، لكن برجع بقول لك ما جيت غلطة. حتى لو أهلك سموك اسم مش عاجبك، الرب قادر يغير لك اسمك. يا ما نسر بغيرهم اسميهم، وقادر يجعل فيك إنسان غير ما انزرع فيك من أنت وصغير، وغير ما انحط فيك من أنت وصغير. هيدا اختصاص إلهنا الذي لا يتغير، لكن يغير الأوقات والأزمان، هو يغير
كل شيء بإيده، ما في شيء بإيدنا، بس نحن لما منسير بإيده مثل ما عمل يعبيص توقع خير. لاحظ يعبيص رغم أنه كان بمأساة واسمه ما حلو، قال ودعا بأي عشرة يعبيص إله إسرائيل، يعني طلب وجه إلهه. قال له أنا بدي يكون عندي علاقة معك، ما بدي يكون حط راسي بين هالروس قول يا قطاع الروس، ما بدي، ما بدي امشي انا مع الموكب، ما بدي امشي مع الطيار، انا بدي اكون معاكس للطيار. اخوته وين؟ اساميهم وين؟ ولا شيء. الوحي ما عطى قيمه لولا واحد منهم. والليلة اللي بدي اقول لك اياه، يمكن هيك صار فيك بالعائله، يمكن رب ما عطي قيمة لغيرك، عطي القيمة إلك مع أنه حب العالم كله. هكذا أحب الله العالم، أحب الله العالم، ما ميز. لكن هل العالم أحب الله؟ رب عرض محبته وقدمه مجانا وبذل أغلى ما عنده. خليني إلك، ما رح تفهمها، ما رح تفهمها كيف قدم يسوع الصليب، ما رح تفهمها مهما حاولت بمجهوداتك وبطاقاتك البشرية وبذكائك وبدراساتك وبتحليلك، حتى بالإعلانات اللي بتاخدها أحيانا منه. أنت عم تاخد جزء ضليل من الكلية القدرة والمعرفة. ما فيك تعرف الله وأفكاره. والكتاب بيقوله، قال إلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تندعي؟ ما أبعد أفكاره عن الفحص. الإعلانات اللي بناخدها أحياناً رائعة، بتغير نظرتنا، بتغير مواقفنا، بتغير اتجاه قلوبنا، بتغير مسلكنا، بتغير قراراتنا، بتغير نظرتنا للحياة، بتغير نظرتنا للناس، رائعة. لكن إياك تفكر انك صرت تعرف فكر الله كليا. وياما رجالات الله انخدعوا وقعوا بهالفخ، افتكروا انه عندهم طرق الله وافكاره، خلص باسمينه على عمياني. لاحظ بولس شو قال، لي اعرفه، ما قال قد عرفته. أنا ما عم قلل من قيمة الاختبار إذا أنت اختبرت الولادة الثانية، مش هيدا قصدي. قصدي إلك ما تنخدع بتقول أنا بعرف وما حدا يعلمني. قال الرسول بولس، رسول الأمم، مقدام شيعة الناصريين يلي طلع السماء الثالثة وأخذ إعلانات ورأى وسمع أمور ما في يشرحها، ما في فسرها، بيقول لي أعرفه. تعرف ليه؟ لأنه كل ما كان يقرب منه كل ما يشوف حاله قزم، كل ما يعرف عنه يلاقي حاله جاهل، كل ما يتعمق بالشركة معه أكتر يلاقي هو محتاج أكتر وأكتر يعرفه ويعرف قلبه. يمكن قلتلكم إياها مرة، في خادم مرة أخذوا الرب الروح ودوقوا دمعة وحدة من دموعه، دمعة دمعة، شايف الموت، الحزن كان قتله، حرقة قلبه والحزن والكآبة اللي حس فيها واليأس كان ميت من دمعة من يسوع، دمعة. نحن شو منفكر؟ بعرفه بعرفه. انت بلشت تعرفه، بلشت من هيك. يسوع شو قالنا؟ كونوا كاملين، يعني باستمرار، يعني ما توصل لمرحلة انا بنحط لي نياشين هون خلاص،
أنا بعرف كل شيء وبعرف أتصرف وبعرف الرب وبعرف طرقه. إياك توقع بهيدا الفخ. إياك إياك ضلك تلميذ عند إجراه، ضلك ولد من أولاده. ما تفكر حالك يوما ما رح تكون الند للند، مش لأن هو ما بده، هو رح يعطينا قال جسد على جسد صورة مجده اللي قام فيه من الموت، رح يعطينا نفس الجسد. تصور جسد ممجد ما عم يبخل علينا بعطاياه، لكن ما رح نصير آلهة مثله. ما رح تصير ند للند معه، ما رح تقول أنا ختمته. راجع حساباتك إذا أنت مفكر حالك هيك، إنك عرفته. بعرف شو جاي تعلمني. لا، أنا ما جاي أعلمك، أنا جاي أتعلم وفتح لك عيونك وذهنك وقلبك. وبصلي روح الله القدوس الليلة واللي عم يحضرونا ينفتحوا أذهان وقلوب لهالحقيقة. وفي أشخاص ما عرفوا مخلص بعد، لكن ربيوا بأجواء تدين افتكروا أنه بيعرفوا. لكن خليني أقول لك، أنت بتعرف عنه، أنت سامع عنه، أنت بعد ما بتعرفه شخصيا. بدك أكد لك قلبك وين. إذا إنسان بتحبه، أنت إنسان بتعطيك الوقتك. إذا حيوان بتحبه بتعطيه كتير من وقتك. إذا شيء اقتنيته أو اشتريته بتحبه بدون ما نسمي، تبقى مقله وواحد يقرب عليه. صح. وكيف بتقول بتعرفه ومنه من أولويات حياتك؟ عفوا بهالكلمة، منه عايزنا، منه عايزنا، لا عايزك ولا عايزني ولا عايزك. رغم هالشي بده يانا نكون أعضاء بجسده ولحم من لحمه وعظم من عظامه. بده يانا نكون من شعبه، بده يانا نكون من كنيسته، بده يانا نكون مخلصين تايبين تاركين خطايانا مش منتميين لجماعة، مش منتميين لكنيسة، مش منتميين لطائفة، مش منتميين لنشاطات مسيحية وا 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 وا. هيدي كلها ما بتجعلك ابن لله، ما بتجعلك. هيدي بينقال عنك من برا الله الله، لكن من جوا انت بتعرف ويعلم الله. يسوع اجا يا حبيبي تيعطيك خلاص وحياة. من هيك يا عبيص، رغم انه ما كان في هالاعلانات بالعهد القديم عن شخصية الرب، بس لاحظ هيك قلب. قال كان اشرف اخوته، اشرف واحد بين اخوته. اذا الرب الليلة اطلع فيك او فيك أو فيي أنا، هل بيشوفك أشرف من إخوتك؟ هل بيشوف قلبك بده إياك اليوم؟ هل بيشوفك كل يوم عم بتفتش أي شيء يعلقك فيه أكتر؟ تحبه أكتر؟ تطيعه أكتر؟ تعمل مشيئته أكتر؟ تتخلى عن الذات اللي فيك والأنا اللي فيك والطبيعة الساقطة دايما بتشدك نزول نزول نزول؟ كل يوم بشغلك بحياتك بتبقى مفكر بتعمل مثل يعبيس، يا رب بدي أعرفك أكثر، بدي أقرب منك أكثر، ولا مكتفي مثل ملاك كنيسة لاودكية؟ مش هيك؟
كان مكتفي، فكر حاله خلاص ختمها. قالوا بتقول انت غني واستغنيت، استغنيت خلاص مش عايز فيه تاني، انا خلاص هالقد بكفيني. قال له وانت الشقي والبأس والعريان. قال له لعيت لي نفسي. تعرفوا هالشعور؟ ما في اسأل منه. شعور واحد تلعي نفسه، ما في اسأل منه، او نفسه مخبوطه. ليلى ابني تركته بالبيت الكبير هيك نفسه مخبوطه مش مرتاح، شعور بشع. بتعرف هذا الشعور بحل الاجرين، ما لك نفس لا تاكل ولا تمشي ولا تعمل شيء. قال له الرب لعيت لي نفسي، رح استفرغك. هل الليله الرب رح يستفرغك؟ هل لعيت له نفسه؟ هل خبط له نفسه؟ هل مزعوج من وضعك، من قراراتك، من حياتك، من ردات فعلك؟ ولا بشوفك، بشوفك فرحة قدامه، ترفع له راسه، بشوف حاله فيك، بيفتخر فيك. شو شايف فيك الرب؟ أشرف واحد بين إخوتك، أشرف وحدة بين إخوتك. تعرفوا أنا بعد فترة صرت أحب اسمي. لما تجددت ورب غيرني قلت له يا رب بشكرك ما كان اسمي شي تاني، وفهمني شو معنيت اسمي، مع أنه في اسم تاني عطاني، لكن صرت حب اسمي، صرت حب شكلي، حب طولي، ما عجبه ما عجبه، شو أنا عشت أرض الناس آخر هم. هل الدنيا بالمظهر يا أحبة؟ يا عبيس شو كان وضعه إذا بيطلعوا فيه؟ ليك ما اللي اسمع ليه؟ شؤم، شؤم. تعرفوا أنا بعد فترة عرفت أنه أنا لما خلقت ما كان وقتي إجي. الحكيم كان مانع أمي تحبل، كان عندها صفايرة، قال لها ممنوع قبل 6 أشهر تحبلي، ممنوع. لكن الرب ما سمع لكلمة الحكيم، تركني إجي. تعرفوا بي شو قال؟ يا حوب السماء الله، قال يا ريت ما إجا، مش وقته، مش بهالوقت. كانت الحالة من كل النواحي ميعبصة، كل النواحي. لكن الرب هل سأل؟ أخذ رأيه؟ وصدقوني ما عندي أي مرارة أو شعور بداخلي نحو بي بهالموضوع بتاتا، لأن الناس بتحكي. الإنسان الطبيعي شو عنده؟ ردات فعل من وراء وضعه وحياته والأمور الواقعية اللي عايش فيها واللي شايفه واللي عم يمرق فيها، ما عنده شيء أفضل. لكن نحن كأولاد الرب قال ما تتشبهوا فيهم، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، لأنه بدون قداسة لن يرى أحد الرب. خليني اقول لك، يا عبيس ما كان قاشع انه هو بده يكون قديس، لكن هل هالشيء بيمنع انه السماء تقدسه؟ صح؟ ما كان فيها الاعلانات بالعهد القديم، بتلاحظ؟ كان في انبياء، رجالات الله، ملوك، كهنه، رئيس كهنه، لاويين، بس قديسين بالعهد القديم بتقريها بكم مطرح، مع انه الكتاب ما بيشجعنا نلتجئ للقديسين. معلش ما بعرف ليه بين هلالين عم قولها، الكتاب بيقولها مش انا، روها بسفر ايوب، هاي بالعهد القديم عم قولها. ابدا،
لأنه لا يمكن للقديس أن يوجد في كل مكان. إنسان قديس سبقنا على المجد، لكن الله يملأ السماوات والأرض. هو بيقول عن نفسه هيك، ولا قديس بيسترجع يقوله. الله يملأ السماوات والأرض. هو بيقول أنا أملأ السماوات والأرض. ويسوع قال بيوحنا، قال وليس أحد صعد إلى السماء إلى الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. عارفوا هذا الإعلان؟ سطلت أدمغتهم لما قالوا نيه، ما فهموا كيف ما حدا طلع على السماء إلا اللي نزل من السماء، ويلي نزل من السماء هو بالسماء. كيف شفت لك قديس أو نبي؟ لا تجديف، إذا بيقول عم بجديف، ما بيقدر. تعرفوا القديسين بالعهد الجديد مثل مرقس ومثل يوحنا، إذا بتلاحظوا بأناجيلهم حتى متى ما بيذكر أساميهم. متى بيحكي عن حاله وكان لاوي، يوحنا بيقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه، ما بيحكي عن حاله، ما بيجيبوا أساميهم. مرقس قرابي إنجيله، ما بيجيب سيرة اسمه. تعرف ليه؟ ما بيقدر القديس يعطي مجد لنفسه، ما بيحب يبين نفسه، ما بيحب، ما بيقدر، خاصة لما بتتقابل مع السيد الوحيد، إله الآلهة، إله الأنبياء والقديسين. بيشوف حاله ماشي ماشي. تعرفوا داود شو قال بالعهد القديم؟ كان نبي وكان ملك، قال دودة أنا لا إنسان. هللويا، بالعهد الجديد نحن رب رفعنا، مش مضطر تقول مثل داود دودة أنا لا إنسان. قال لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء، يعني حبيبات قلبي، يعني من أهل بيته. هل تشبه يعبيس بشيء أنت؟ تشبه؟ لك شو بقول الكتاب كمان؟ قال له يا ليتك تباركني وتوسع تخومي. بالعهد القديم كانت البركات زمنية أحبة، ما كانوا قاشعين الأبدية مثلنا. نحن انتهت إلينا أواخر الدهور، والإعلانات اللي عنا إياها هني ما بيعرفوا شيء عنا بعد، كان مثل اللي بنعرفه نحن. فكانت البركات زمنية، يعني اللي بيهمه حياته هون، صحته منيحة، عنده عائلته، ولاده بصحة جيدة، بخوف الله عايشين، عنده مواشي، عنده أراضي، عنده خدم، عايش مبسوط ومرتاح. هيدي كانت العلامة بالعهد القديم انه الله راضي على الانسان. بالعهد الجديد ما عادت نفس العلامة. يمكن ما عندك شيء وما بتملك مثل ما غيرك بيملك، لكن اذا عندك علاقة صحيحة مع الرب واختبرت غفران خطاياك بدمه وروح القدوس انسكب عليك وسكن فيك وختمك وأصبحت خليقة جديدة، خليني أقول لك رح تختبر أفراح هالأشخاص يلي كان عندهم البركات الزمنية مش مختبرينها. وهون التحدي، شو عندك شيء بفرحك بهالدنيا؟ ما عندك شيء عبديني، ما عندك شيء، بس إذا بتعلن إلك خطاياك مغفورة، اخلصت من أبدية مخيفة مظلمة مع الشياطين والأرواح الشريرة يلي هلأ مش مخلي إنسان من شره، هلأ مش مخليين إنسان من شرهم، مش مخليين. إن كان بالتدين أو إن كان بالأمور العالمية والشهوات العالمية أو إن كان بناس ساكنينهم مسكونين، يعني من كل النواحي مسكرين مع البشر. يعني ما عليك حماية يا خيو، ما عليك حماية إذا أنت خارج المسيح. يسوع هو فلك النجاة،
ادعي الرب يسوع الليلي لحياتك إذا بعد ما عرفته، تتأمن الحماية. الله ملجأ لنا، عونا في الضيقات وجد شديدا. الله ملجأ حياتك، لا المال ولا التدين ولا صحتك، ولا صحتك يلي هلأ بالنسبة للناس هي أتمن شيء، بركة أنا ما بنكر، لكن منا أتمن شيء، لأنه ما حدا هلأ بهالأيام بيقدر يقول أنا ماني معرض صحتي تتعلس أو يصير معي شيء، لأنه كلنا عم نعرف وعم نسمع، صح؟ حدا ما بيشي بعلمك ولا شيء، فجأة بين معه شيء تتفاجأ، صح؟ صرنا بأيام نسبة الأمراض عم تتكاتر، فأمانك مش بصحتك المتزعزعة ولا بشغلك المتزعزع ولا بشعبيتك المتزعزعة ولا بأهلك الغير ثابتين. ما حدا بقي لك يا ابني، ما حدا بقي لك يا بنتي. ما تنغش وتقول أنا واقف على صخر، إذا عم بتقولها أنت واقف على رمال متحرك. يعني الصخر الحقيقي هو يسوع، هو صخر الدهور، قال الكامل صنيعه. من هيك يا عبيس العهد القديم قال له ليتك تباركني وتوسع تخومي، كانت بعدها تخومه ضيقة، ما أصلا كان وضعه واسمه نذير شؤم، يعني بيخلي الناس تتجنبه. تعرفوا هالشغلة؟ هلأ الناس إذا بتلاحظوا بالمجتمعات إذا بيعرفوا حدا عليه سمعة معينة أو عليه صفة معينة أو عليه صيت معين محلو، بتلاقيهم شو بيتجنبوه. خي إذا بدك تشغله، لا 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 لا، وجهه نحس علي بصير ما بدي. معكم خبر؟ هيك الناس عايشة. هيدا بيجيب لي فال، ما بدي ما بدي. لك ملا اسم عليه، لك ملا شكل عليه. بيقيسوك على اسمك وعلى شكلك وعلى لونك. خلي يشوف بكرة شكله بجهنم كيف رح يكون، خلي يشوف شكله هنيك كيف، جمال ما تحلم. كلمة جمال مش موجودة تحت، كلمة صحة مش موجودة تحت، سلام مش موجود تحت، فرح مش موجود، نقطة المي مش موجودة، مش نص الكباية نقطة، ها مش موجودة. فشو بدك بمقاييس الناس؟ شو بدك؟ في مين تمنك وقدرك ودفع حقك سلفا دماء وحياته؟ ناطر من انسان تراب يعمل لك قيمه؟ ناطر من انسان متقلقل متقلب ومصلحجي، مع احترامي للكل ما قصدي، بس اجمالا الانسان هيك طبعه، انه يعطيك قيمه ويعليك ويرفعك مجانا؟ هيدي يسوع بس عملها، يسوع بس اتحدى العالم وعملها، وشافك جوهرة ضايعة، لؤلؤة ثمينة ضايعة، ترك السماء تيشتريك بدمه. لكن الرائع بيسوع ما بيجبرك تجي لعنده، قال إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم. مش يوم اي يوم، لا، كل يوم. في ايام بتنزل الصليب، تركني تركني ما بدي موت عن الزيت، بدي خلي الزيت والسمن يطلعوا حتى اشوف شو عن شو انا شو طبيعتي. لكن يسوع شو قال؟ انكر نفسك تحمل صليبك كل يوم، تموت عن العالم وشهوات العالم ومبادئ العالم، تهوي يحيى فيك. بتعرف ليه يسوع احيانا ما بيبين فينا؟ لان الزيت طالعه ظاهره على طول موجوده، انا 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 انا، ومن بعد الطوفان هيدي الانا، وهيدي
يلي دمرت الكون كلمة الأنا. مين بلش فيها؟ ظهرت بنت الصبح إبليس، هو بلش بالأنا بالكبرياء. ما تلحقوا، ما تلحقوا. وتكون يدك معي وتحفظني من الشر. كون إيدك معي، مش إيد حدا تاني. تكون يدك معي وتحفظني من الشر. كان إيش الشر بالطريقة الصحيحة؟ عارف إنه الشر آخرته وخيمة. يمكن تقول لي طب أنا ما عم بقتل، ما عم بسرق، ما عم بزني، ما عم بعمل أي شيء مثل غيري، يعني أنا إنسان بيتوتي آدمي، بحب الناس، ما بحب أذي حدا. شي حلو، شي حلو حبيب عن جد. يعني حلو يكون في هيك نوع من الناس. لكن هل بتعتقد الله بيقبل بهالحد البشري الأدنى؟ إلهنا قدوس وبار، مش بس عنده شر ما بطيقه، عنده شبه شر، شيء بيشبه الشر، قريب للشر. يعني مثلا فكر الحماقة خطية، فكرت بشيء غلط على حدا خطية، نويت بذهنك تضمر لحدا شيء خطية، عملت شيء قريب من الحقيقة شبه شر. ما عم صعبة، بس اللي بدي قلك يسوع إجا بالنعمة يعطيك الخلاص. مش متوقع منك تكون كامل وتضبط أمورك وبعدين تجي لعنده. لا، الخبر الحلو إنه مثل ما أنت بضعفاتك، بمخاوفك، بقلقك، بخطاياك، بشكوكك، بظنونك، مثل ما أنت بتجي لعنده وما تعتلهم، قادر يغطيك للتمام، قادر بتوبه ببره يغطيك كليا ويجعلك مفتي بدمه. أصلا هو تمم الفداء، مش بحاجة يموت تاني مرة، مات مرة واحدة وإلى الأبد، مش رح يموت بقى مرة تانية، ولا رح يكون ذبيحة مرة تانية، ولا ذبيحة مرة تالتة. خلص ما بقى في يكون ذبيحة، خلص الذبيحة تمت، تمت. من هيك بتجي لعنده كل شيء جاهز خالص مخلص لك. شو بدك حلا من هيك؟ مثل ما انت بغسلك وبينقيك وبنطفك وبيملأك بروحه وبيجعلك ابن شرعي لإله، مغفورة خطاياك، اسمك مكتوب بسفر الحياة وانت ابن للسماء. ولاحظت طلب من الرب يحميه من الشر، ما اتكل على قوته ولا على تقويه ولا على مجهوده، عرف انه منه قده، لان الشر بيجي من ابليس الشرير ومن العالم الشرير اللي حوالينا. لان شو بقول الكتاب؟ العالم وضع في الشرير، العالم وضع في الشرير. مين بيقدر يحميك من هالشر؟ يسوع يلي انتصر على قوات الجحيم. قال له حتى لا يتعبني. عارف الشر متعب، في ناس بيتمتعوا بالشر. بقول الكتاب قال ما بيناموا اذا ما عملوا شر، ما بيناموا اذا ما اذيوا ناس. في ناس هيك صدقوني، في ناس بيتمتعوا يدمروا غيرهم، بيتمتعوا. أصلا هيدا عمل الشيطان، هيدا مخططات شيطانية، والإنسان بيكون عبد للشيطان ومش عارف، مفكر إنه هو بيزكاه وشطارته وحفاظا على مصلحته وعلى مستقبله يلي بده يكون على حساب دماء الآخرين وخراب بيوت الآخرين. إيه، كان عارف إنه إذا بقي بشره رح يتعب ويكون متعب.
عم تعرفوا الإنسان الشرير متعب غير ما أنه تعبان. رح يجي يوم لأنه يوعى رح تضلك شاب وأبضاي وما في شيء يهزك. إذا الله عطاك عمر وطول بعمرك تتوب، مش هتكمل شرك، تتوب تتوب. قال أتستهين بغنى لطفه وإمهاله غير عالم أنما لطف الله إنما ليقتادك إلى التوبة. تتوب، فعم يعطيك فرصة تترجع له حتى الشر ما يتعبك ويدمر نفسيتك وحياتك، وبالآخر تكون متعب لغيرك وتعيش بأبدية متعبة أبدا. التعب فيها ما بيروح من كل النواحي. تعرفوا نحن شوي منتعب، دخيلكم تركوني ارتاح نص ساعة، عشر دقايق بقبل بعشر دقايق، صح؟ جري مش حاملني، راسي مش حاملني مثل الطبل، بدك ترتاح بس عشر دقايق. خليني اقول لك بجهنم ما في راحة، تعب أبدي إذا بقيت بخطاياك. إذا ما صرخت ليسوع ليلة وقلت له ريحني من شري، أنا مش قادر. تعرفوا هذه كانت صرختي بالستة وثمانين، قلت له أنا بدي أتغير بس مش قادر، مش قادر. إذا قادر تغيرني غيرني، قادر تخلصني خلصني، أنا مش قادر بس بدي، أنا بدي. فأتاني الله بما سألت وكانت الحاسمة، وبلحظة لقيت حالي إنسان جديد. السما سكبت علي، فرح، سلام، أمان، إيمان، ثقة، يقين، عيوني انفتحوا، صرت أقدر ميز الأمور، صرت أفهم شو صاير فيي والخدعة اللي كنت وقع فيها والفخ اللي كنت وقع فيه لشوشتي. وأنا مفكر حالي أبو زيد الهلالي، عرفت حالي كنت مخدوع ومخدوع ومغشوش، وكانت راحت علي للأبد. يعني بتذكر مسيحي، لكن هل السما بتعترف بتذكرنا؟ للسما فوق فيها دير نفوس؟ فيها دوائر نفوس فوق؟ ما في. في الذين غسلوا ثيابهم وبيضوا قلوبهم وثيابهم بدم الخروف، قول اللي فوق قال لهذا هم واقفين أمام العرش وأمام الخروف. آخر آية الأجمل شيء، قال فأتاه الله بما سأل. تعرفوا شو يعني؟ يعني الرب كان ناطر واحد مثله، والكتاب بيقولها بالمزامير، قال الله أشرف من السماء على بني البشر لينظر. هل من فاهم؟ هل من فاهم؟ تعرف شو يعني؟ يعني أغلبيتهم جهال، أغلبيتهم جهال، أغبياء. والكتاب بيقول كنا قبلا أغبياء غير فاهمين مشيئة الرب. يعني أنت إذا ما بتعرف يسوع، مش أنا عم بقلك حبيبي سمحني ما تفهمني غلط، الكتاب بيقلك، الوحي بيقول أنت غبي. الكتاب بيقول قال هل من فاهم؟ وفي حدا بيفهم؟ فتشولي على واحد بيفهم، قال طالب الله، بده الله يملك على حياته، بده يعيش برضا الله. يعني الرب عم بيطلع بالناس أغبياء 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 أغبياء، وحدا يفهم، حدا فهمان، فرجوني واحد فهمان بيناتهم. بدك أكد لك إياها كتابيا، تتذكر الغني يلي أخصى بتكورته، قال لك بكفل إخرتي، بكرة بختير ما حدا بيطلع فيي، ولادي بيبرموا ظهرون، كل واحد بيلحق مرته ما بعد حدا يطلع فيي، أو بناتي بيلحقوا رجالون بعدين بصير عندهم عيال وما حدا فاضي لحدا. إذا بهيديك الأيام تفكر فيها هيدا، لو بأيامنا شو عمل هيدا؟ يا بحلى هيديك الأيام، هل ما حدا فاضي لحدا، الناس عم بتموت ما حدا فاضي يزورها. شو قال؟ قال بهدم مخازني لأنه كورته شو قال؟ عطيت أضعاف، ما بقت ساعة. يعني تنقول إذا عنده المخازن بتساع 20 طن
صار عنده 40 طن، طب ال20 ما بيحطهم بيتركون. تعرفوا لو زكي شو كان عميل؟ كان وزعهم على الفقرة مثل ما عمل زكا. شو عميل؟ بكفى الاخرتي اكتر، بركي عشت 200-300 سنة. ما بتعرف كيف فكر هيك؟ ليه؟ قال بيهدم هالمخازين؟ طب ما بتكلفك قد ما، ما عليه. قال بيبني اعظم منها، اعظم تتساع المحصول. قالوا بقول لنفسي يا نفسي لك خيرات كثيرة. كان غني، ها؟ ناس عم بيطلعوا فيه، شخص معه يا خي معه. النار ما بتحرق امواله، مش هيك بيقولوا هلا؟ هيدي كلمة، كلمة، شو بدك بالحكي؟ أي نار ما بتحرق أمواله، بورصة تخرب له أمواله، البورصة بس. إذا لعب بالبورصة وقشطت العملة، كحكي كله حكي. قالوا بقول لها يا نفسي لك خيرات كثيرة. بالنسبة للناس ولك عارف دبر مستقبله، هيدا ذكي موضوعة لسنين كثيرة. العمر قدامي. قال العمر قدامه، تتجرأ انت هلأ تتحدى الله وتقول له انا بدي اعيش بعد 50 سنة، وانا مضيت وانا بتحديك اني انا بدي اعيش بعد 50 سنة، فيك تعملها؟ طيب 20 سنة اوكازيون تعملها؟ تتحدى تقول له انا بدي اعيش 20 سنة، يعني هنا انا بدي اعيشهم، بدي اعملهم وظبطهم يعيشوني 20 سنة، تعملها؟ فيك تزيد ساعة على عمرك؟ دقيقة فيك؟ في ناس أحبة كانوا بأفراح وقف قلبهم وماتوا ثانية، جزء من الثانية عشت وراح. عروس وعريس فرحانين بالعرس، رصاصة صابت العروس، ترمى المعتر على المذبح. مين بيقول؟ مين بيقول؟ يعني نحن منفكر انه منعيش. هذا الغني قال لك خلص كفلت انا اخرتي، ضمنت، لا بعوز حدا ولا بربح جميلة حدا، مصرياتي بعيشوني. شو كان قرار الله ورأي الله فيه للغني؟ شو كان؟ شلوا النقطة من فوق، شلوا النقطة حطلوا اياها تحت، النون صارت ب، بدل ما يكون غني بنظر الله صار غبي. تفرق معك نقطة، نقطة. قل له للرب انا ليلي بدي اياك، انا بدي اكون اشرف من كل اخوتي، أنا بدي أكون البكر بين إخوتي إنه جيب البركة على بيت أهلي. حتى الله يأتيك بما تسأل الليلة. تعرفوا في شخص تاني بيشبه يعبيس بهالشغلة، بس كان عنده غير ماضي. حكي عنه خينا فارس داود، أصغر إخوته كانوا 8، هو رقم 8، أصغر واحد، ما حدا عمل له قيمة. لكن الرب شو كان عم يتطلع؟ على قلب ما في مثله، على ولد قريب منه. ولد ما تستعين بحالك، إذا أنت ولد رب شايف قلبك، رب شايف أنك أنت إذا بدك تقرب منه، إذا أنت أمين بعلاقتك مع أهلك ومع ربك. ما تقول أنا صغير، تعرف أنا أصغر واحد بالعائلة، أصغر واحد، رب افتقدني أول واحد. يمكن الليلة تكون ليلتك، تكون أنت أصغر واحد بالعائلة وتكون الليلة ليلتك، والسما ناطرة تفرح فيك. وإذا أنت ابن مولود للرب ومتجدد، كمان السما ناطرة تفرح بقرار جديد تاخده بحياتك، أنك تعرف إلهك أكتر، تتقرب منه أكتر. ما تكتفي باللي أنت فيه، ما تكتفي بقعدتك على الكرسي هون، ما تكتفي بحدود أنت حطيتها لعلاقتك مع الرب ومع كنيسته. لا يا حبيبي، لا لا. الكتاب بيقول كانوا على طول مع بعض بشارك الإخوة، بعلاقة، بتواصل،
بخدمة على طول. إياك تفكر إذا بتعاشر أهل العالم رح تاخد منهم أكتر ما بتاخد من أولاد الرب. مش عملك أولاد الرب كاملين، ولا أنا كامل، هو الكامل. كذاب اللي بيقولك أنا كامل، رب قال نكونوا كاملين. يعني أنتوا مش كاملين، بس مفروض تكون بطريق الكمال، تحط إجرك بطريق الكمال. أنا يا رب بدي أعيش وراك، بدي أسلك وراك، أنا بدي أطيعك، أنا بدي أحبك، أنا بدي أعمل اللي بيرضيك. مش أنا عيش على راسي وأنا هيك مرتاح. خليني أقولك، لما بتعمل هيك شيء أنت قطعت عهد ضد عهد الله، أنت كاسر وصية. ما تكتفي بس تجي على الكنيسة تكس كارتك وتفل وما بينطاقوا، ما أنا كمان ما بنطاق وأنت كمان ما بتنطاق. إذا ربي بيكشف عيوبنا كارثة، صدقوني كارثة. لايكو، هل في أنبياء أو أبطال بالعهد القديم الرب خبى عيوبهم لما عملوها؟ وداود واحد منهم. داود لما أجا صموئيل بده يمسح ملك على إسرائيل بدل شاول، سبعة مرقوا قدامه. مين كان عامل قيمة لداود؟ ولا حدا. فكركم الرب مش قاشع أنه بعدين داود بده يخبص وبده يغلط؟ شايف، بس كان شايف قلبه. نحن مشكلتنا لك شو عمل، لك شو حكي، لك شو تصرف، لك شو عامل هون. عطول أصبحنا دينوني دينوني، بدي دينك، بدي دينك، بدي وبخك، بدي نزل من قيمتك. لكن مش هيدا كلام الرب ولا هيدا قلب الرب. يسوع أخذ الدينونة عنا. مش تندين بعضنا ولا تدين نفسك، تتصير أنت البريء وهو الخاطئ. تصورها، يسوع يقبل على نفسه يكون هو الخاطئ، ما هو البريء وبلا خطيه. قبل يصير كتله خطايا، لا تيشيل خطاياك عنك وعيوبك عنك، يشتغل عليك. اذا الرب حابب يستخدمك، وخليني اقول لك ما في حدا هون الرب رايده بس يقعد على الكرسي ويتكس الكارت بعدين يفل. اياك تفكر الرب بده اياك هيك، او تكتفي بالحدود اللي انت فيها. لا، المخلوقين، انتبه لها، مخلوقين في المسيح يسوع. ليه؟ تنتمدد، نتجدد ونتمدد. سياستا خلص، انا تجددت، صار لي حياه ابديه. شو بدي بغيري؟ خيص طفله، شو انا متعنن يعني؟ ولا انا صلبت المسيح وحده؟ قال لي اعمال صالحه قد سبق الله فاعدها. الله أعد أعمال وأعد خطة لكل واحد تيسلك فيها. قال لي كي نسلك فيها. عم بتفتش على هالدعوة؟ عم بتفتش الرب شو بدي يعمل من خلالك؟ حرام تدفن اللي حطه فيك على البنك، حرام، حرام اللي رب حطه فيك وزرعه فيك وعم بيكونك على هالأساس تكتفي انه انا خيي جيت حضرت الاجتماع، حبيباتي كلكم يلا باي، بشوفكم جماعة الجي اذا شفناك، اذا شفناك. مش هيدي ارادة الله. قال يا ريت بتعرفوا، بقول ربي ارمي الخطط اللي انا عندي اياها من نحوكم، خطط سلام لا شر. قال تأعطيكم اخرة صالحة ورجاء مبارك لحتى استخدمكم وتكونوا سهام مبرية بيدي. قال هكذا أبناء الشبيبة. رب بده يبرينا يا أحبة تنكون سهام بيده. ما فيك تستخدم سهم إذا ما بتبري بكون مروس. بس البري بيوجع، معلاش، بتصير أنت شخص فعال بيد الرب. ما تقعد شخص بس تطوس على الناس وتحكي على أخوتك وتحكي على الجيران وتحكي على هون، وكل ما قعدتوا قاعدة تبلشوا تفندوا الواحد. لا لا، الله محضر لك أمور عظيمة. ليش تروح عليك؟ خليني أقول لك، كل عمر، كل العمر اللي عايشينه الأشبار بيسميه الكتاب،
أشبار. حابب يروح عمرك بدون منفعة؟ ما لك نفع؟ ما لك استفادة؟ شو يعني حرف زايد؟ انت عم بتقول انا بدي اكون حرف زايد. رب مش هذا اللي بده اياه. رب بده اياك شخص فعال، مؤثر، مستخدم، مبارك، ممسوح، مثل ما عمل بداود. نقي اصغر اخوته وجعله شو؟ ملك على شعبه. صح؟ بس ليش؟ رب شاف قلبه. رب شاف قلبه، عرف انه هو حابب يعيش للرب وحابب يكون قريب من الرب ويكون مطيع. شخص ثالث رح اقوله اخلص، يوسف. يوسف بتعرفوا على ايامه لكان في هيكل، عم نحكي بالعهد القديم، لكان في كتاب مقدس، ما كان في شيء. كانوا عايشين بور، مثل أرض البور، تنطر الشتاء من السماء. لكن شو كان عايش؟ أمام الله. كان عايش وكأنه شايف الله قدامه. صوروا أخته وبيعوه. صح؟ قال أسلموه حسد. غيرانين منه. عم بيحلم أحلام. شافوا حالهم عبيد. عبيد. وهو عليهم سيد، أخذوها شخصية. هذا عن شو عم بيشوف حاله علينا؟ يا حبيبي إذا الرب عم بيحضر هذا الإنسان لخطة أبدية، لأن تعرفوا من خلال يوسف إجا نفس المسيح. بس اللي ما معه خبر هني أشياء مصالحهم رح تروح، يعني بينا رح ينسينا. ويوسف يوسف يوسف يوسف، حتى بتيابه ميزه، كان ملبس وقال الثوب الملون، هيدا رمز انه امير. صبروا بيه وشايفه امير. حاول ابليس يدمره، لكن لانه هو كان عنده قلب يعبيص، قلب داود، وعايش قدام الرب، لا قدام بيه ولا قدام اخوته. والبرهان بتعرف القصه، لما مرت فوطيفار خصي فرعون، وخصي فرعون يعني منه رجال، سامحوني، يعني منه رجال بالاسم رجال، يعني مش عم اقول انا الرجال بهالموضوع، مش هذا قصدي، بس انه ما بيقدر يجيب اولاد، شخص منظر رجال، لانه فرعون كان يحرم يفوت رجال على قصره الا ما يخصيهم، يخاف على نسوانه، من هيك اسمه خصي فرعون، مخصي ممنوع. فعايشه هالمره بحرمان، شافت يوسف شب حلاوه، جسمه حلو، والرب أنجح بإيده كل شيء. ضربت عين عليه، قالت لك إشت الرزقة على بيتي، جوزي مش طالع منه شيء، إشت الرزقة، خي توفقنا. لكن هل يوسف كان عنده نفس الفكر؟ فيك تقول أنت مع يوسف مثل ما قال بولس، وأما نحن فلنا فكر المسيح. قال كانت كل يوم تحركش فيه، كل يوم تحركش فيه، كل يوم كل يوم، مثل نقطة المي. تعرفوا نقطة المي، إذا كل يوم نقطة المي على الصخر بتنقر الصخر. الرائع أنه ما نقرت راسه ليوسف. شو هالزلمة عن جد؟ شو هالزلمة كل يوم بتقول له، بمعنى زني معي، هي ما تقول له زني، تقول له نام معي. ما ليه؟ يصير لك يعني، ولو ما انا مرت سيدك انا يصير لك عم بتطلع فيك، انت عبد شارينك، ما لك قيمه، انا عم بعمل لك قيمه. شو كان راي يوسف؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ ليه؟ ليه عم بقول هالكلام؟ عارف من هو الله، عارف طبيعة الله، قدوس. هل انت شايف الله قدوس؟ هل انت شايف الله قدوس؟ كيف عم تتصرف بجسدك؟ كيف عم تتصرف بفكرك؟ شو عم بتعبي هالدماغ
أي معلومات، أي أصوات، أي أمور، شو عم بفوت على راسك اليوم؟ نحن هلأ بعصر فيك تعبي راسك اللي بدك إياه، فيك يصير عندك معلومات لاهوتية ولا أروع، بس مش عمول هيدي بتجعلك إنسان ناضج. عندك معلومات وفيك تفوت معلومات تدمر نفسيتك. بس يوسف كان عنده هالشي؟ ما عنده حدا، لا بي ولا أم ولا أخوة، مقطوع مثل ما بقوله جانحه مكسور، ما بيسترجي يفتح تمه. لكن بمين كان شادد حاله؟ بإلهه، بين شعب وثني بيعبدوا فرعون، بيعبدوا إله مزيف اسمه فرعون. قال كيف بدي اصنع هالشر العظيم؟ ليه شر عظيم؟ لأنه ضد إله عظيم. وأختي إلى الله؟ معقولة أنا أختي تجي الله؟ بكي شيء؟ بكي شيء؟ هل إذا إبليس بهالأيام عرض عليك شيء، عندك الجرأة؟ أنت يا ابن كنيسة وعندك الكتاب المقدس وعندك اليوتيوب وعندك الانترنت، فيك تفتش على اللي بدك اياه، وعندك وعندك تقول هالكلام بكل جرأة؟ ولا ما انا ضعيف، انا انسان، رب بيعرف جبلتنا نحن ضعاف. برجع بقول لك علاقتك مع الرب انت بتقررها، والباقي عليه. انت خود الخطوه والباقي عليه، والرب قادر يجعلك مثل ما جعل يوسف بعد 13 سنة وفات على السجن وتمرمر بالسجن. رغم هالشي الرب شو طلعه؟ حاكم العالم، حاكم العالم، وأحلامه اتحققت وإخواته سجدوا له. الرب ما كان قاصد يزل إخواته، هو كان رمز للمسيح اللي جاي، هو رمز. وكان درس لأخواته أنه أنا اللي بلشت فيه بدي كامله، بس كون يا ابني كون يا بنتي بحسب قلبي. بيقلك هل الله ليلي إذا طلع فيك بلاقيك حسب قلبه؟ يا ريت نغمض عيوننا. يا ريت بينك وبين الرب فيك تصرخ الصرخة الليلة، تقول يا رب بدي أعرفك بعد، ما رح اكتفي باللي عرفته لهلأ عنك أو عرفتك لهالحدود، أنا بدي أعرفك بعد. ما بدي أكون مثل كنيسة لاودكية، ملاك الكنيسة، أنا غني واستغنيت، أنا بدي أكون مثل بولس لأعرفك وأكتر وأكتر وأكتر. وخليني أقول لك غاية مجيء ابن الله أنك تعرفه، هو بيعرفك، هو بيعرفك، ما في شيء مخبى فيك عنه، أعظامك هو رقمه، أعضائك هو قرره، لون بشرتك، لون عيونك، لون شعرك هو قرره. رهب المزمور 139، تفهم شو عم اقول لك، مزمور 139. بس هل انت الليله رح تاخذ مبادره، وانت يا اختي تاخذي المبادره، وانت اللي عم تحضرني تاخذ المبادره تقول له يا رب ليله بدي اعرفك اكثر، ما بدي اكتفي، ما بدي أمور الحياة تسرقني عنك أكتر، ما بدي مشاغل هالدنيا. خليني أقول لك هيدا الغني اللي حكيت عنه شو قال له الرب؟ يا غبي، هيدي الليلة بدي أقصف عمرك، هذه الليلة تطلب نفسك منك. قال وهذه التي أعددتها وحضرتها والمخازن والثروة تبعيتك يلي فيها فكرت أنك كفرت أخرتك، لمن تكون؟ لمين؟ ما قدر يتهنى بهالرزق كل اللي صار عنده. ليه؟ لأنه كان غبي. أنت ليلي شو حابب تكون؟ غبي ولا حكيم؟
عارف الكتاب شو بيقول؟ قال يا ابني كن حكيما وفرح قلبي. هيك الرب قال لك الليلة، يا بني كن حكيما، بسفر الأمثال، وفرح قلبي، ابعد رجليك عن الشر. أيوب قال عهدا قطعت مع عيني أن لا أتطلع بعذراء بنظرة غير بريئة. قطع عهد مع عيونه ما يتطلع نظرة غير بريئة بإنسانه، ولا أنت كبنت تتطلع بنظرة غير بريئة بشاب. الليلة لازم تحسمها. إذا مش عارف حالك بعد الموت وين رايح، الليلة قرر تكون ليسوع، وهو رح يعلن لك وين رح تصير إخرتك من بعد القرار الصحيح. حدا ليلي حابب يعطي قلبه ليسوع، يا ريت يعطيني إشارة برفع إيده، قل له يا رب أنا بدي إياك، خلي إيدك مرفوعة، خلي إيدك مرفوعة، يا رب أنا بدي إياك الليلة، أنا بدي تفوت على قلبي وحياتي، أنا بدي تمتلكني، ما بدي اكتفي باللي أنا بعرفه عنك أو عرفته عنك لهلا أو اختبرته فيك. وخليني أقول لك، يمكن رب تعامل معك بطريقة معجزية وهيك عمل معي قبل ما أعرفه، ما كان معناته أني أنا تجددت. بين اختبار تجديدي وأول اختبار الرب عمله معي سنة ونص، ما كنت تجددت ولا بعرف شو يعني تجديد، بس لحظة اللي تجددت ب 21 أيلول 86 عرفت حالي صرت إنسان جديد. يعني قلبي تغير، أول مرة ظرفي تغير، غير لي الظرف، نجاني من كارثة، لكن قلبي ما تغير، رجع يغلط مثل ما كان. لكن لما تبت وعطيته قلبي، خليقة جديدة في المسيح. الليلة صلي وراي هالصلاة وارفع قلبك وانت اللي عم تحضرني على الشاشة، قل له يا رب املوك على قلبي، غسل قلبي بدمك، انا بدي اعيش إلك، انا ضعيف مش قادر اتغير، لكن انت وعدت انك تريح الانسان تغفر خطاياه لحظة اللي بيلتجي لك. بلك الليلة على حساب دمك وعلى حساب موتك عني يا رب بعطيك حياتي، وبقبل اللي عملته عني نيابة عني، حتى أنا ما أوقف أمام الدينونة، دينونة الله العادلة، وإن رمى بالجحيم كسبب خطاياي، أنا بقلك ليلي بقبلك مخلصي، ربي، إلهي، معبودي الوحيد، وقلك حياتي إلك، وأنا مقرر عيش على إنجيلك، مش عيش على راسي يا رب، بدي عيش على إنجيلك يلي الدينوني رح تكون عليه. قلو بشكرك لأنك قبلتني، بشكرك لأنك سمحتني، لأنه هيدا كلامك وأنا بصدق كلامك أنك بتقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. يا رب أنا بحط إخوتي أخواتي بين إيديك وقلك يلي طلبك من قلبه ورفع قلبه إلك، لك الليلة يختمه بروحك، وأكد له بسكيب من عندك، بفرح لا ينطق به، ومحب عارم من قلبك يا رب، ونهر من سلامك على قلبه، ويعرف أنك غفرت له وسمحته على أساس دماك ليس على أساس أعماله، لأنه أعمالنا خرق بالية، لكن على أساس النعمة ودمك المسفوك والقصد انك انت اخترته. بعطي كل المجد في المسيح يسوع، كل شعب الله يقول امين.